This is Dr. Adel El Etriby, Professor of Cardiology at Champs University, the current President of the Working Group of Intervention and the past President of the Egyptian Society of Cardiology. This is the third Cairo PCR meeting بتعمل في مصر with the presence of a great faculty headed by John Fajadi. John Fajadi من الرجال المحترمين جدا في الانترفنشن واللي هو بيتعامل مع مصر من سنين. والحقيقة من خلال جون فاجادي جمعية القلب المصرية والوركينج جروب عندها سيشن سنوي جوه اليورو بي سي ار وهو أكبر تجمع للانترفنشن في مصر. Today we the whole meeting is discussing how to manage and deal with complex PCI procedures. And with complex PCI procedures we mean procedures of left main, procedures with multi-vessel disease, procedures in acute myocardial infarction. I attended the first session of the meeting, وكانت addressing a very important subject, which is ST elevation myocardial infarction and how to deal with it. الحقيقة الأكوت myocardial infarction has different scenarios. These different scenarios include heavy thrombus burden, include patients with bleeding, include patients with no reflow, include patients with multi-vessel and acute infarction. وده كان محور الجلسة دي اللي أنا أعتقد من الجلسات المهمة جدا في التعامل مع الأكوت مايكاردال انفارشن. الجايد لاينز كلها أجمعت إن البرايمري بي سي أي is far much better عن الفارماكولوجيكال انترفنشن بالثرومبوليتيك ثيرابي في جميع الأحوال وبيقلل المورتاليتي وبيحسن التيمي فلو للمايوكارديوم، فما فيش أي جدل إن البرايمري بي سي أي is better than thrombolytic. فكان السيشن على البرايمري بي سي اي هاو تو مانج ديفرنت كيسز. اتعرضت خمس حالات كل حاله منهم تحمل مشكله معينه. اول مشكله كانت هيفي ثرومبس بيردن. هيفي ثرومبس بيردن كنا زمان روتينلي بنستخدم الثرومبس اسبيريشن ديفايسز، وكان ده بيزد على سيفرال ترايلز، والسيفرال ترايلز دي اثبتت ان الثرومبس اسبيريشن بيحسن التيمي فلو وبالتالي ممكن يحسن المورتاليتي. ظهرت مؤخرا تو ترايلز اثارت الداوتس على استخدام الثرومبس اسبيريشن از روتين، وخلته بس في حالات البيل اوت يعني في الهيوج ثرومبس. ودلوقتي في الجايد لاينز كلاس 3 اللي هو تقريبا كونترا انديكيتد ان انا اعمل روتين ثرومبس اسبيريشن. الحالة اللي اتعرضت كان فيها بيك ثرومبس، ووصلنا بعد ديسكشنز كتيرة لكونكلوجن مهم جدا وهو ان الثرومبس اسبيريشن از بيرفكت في بعض الحالات. الحالة الأولانية انه يكون بروكسيمال ليجن، الحالة الثانية انه يكون ليس كومبلكس ليجن وايزي تو اكسس، لأن الحقيقة الثرومبس اسبيريشن ديفايس بتبقى تاف شوية وممكن تعمل لي مشكلة. والحالة الثالثة ان هو يكون فعلا في هيوج ثرومبس بيردن مش مستجيب للواير اللي بيعدي واشوف فلو بعديه. الحالات دي البنفيت اوف ثرومبس اسبيريشن عالية رغم ان الجايد لاينز بتقول ان هو شود نوت بي يوزد روتينلي، لكن هو كان بيوزد از بيل اوت سيتويشن. الحتة الثانية كانت على الادجنكتيف ثيرابي، والادجنكتيف ثيرابي اللي تستخدمه during primary. وكلنا عارفين دلوقتي ان الجايد لاينز بتقول تيكا جريرول از ذا بيست مع اسبرين ثم ال 2 بي 3 اي بس في البيل اوت سيتويشن. ففي بعض السيتويشن زي ما هو شفنا في الثرومبس اسبيريشن، في بعض السيتويشن بتستدعي استخدام ال 2 بي 3 اي سواء انترا كرونري او انترا فينوس. ولكن اثير في هذا المؤتمر ان ممكن ندي الثرومبوليتيك ثيرابي او يعني ال 2 بي 3 اي انترا كرونري عن طريق الاسبيريشن كاستر. فالثرومبس اسبيريشن هتفيدني في حاجتين، ان انا اسحب الثرومبس واشفطه، ثم كمان ادي لوكالي 2 بي 3 اي من خلال القسطره نفسها اللي فيها اند هول ممكن تخليني ادي انجكشنز. فاللوكال انجكشن مع ثرومبس اسبيريشن ديفينتلي ويل امبروف التيمي فلو والتيمي بلاش وامبروف السرفايفل. الحاله الثالثه كانت يعني حالات ان انت مش عارف انه كالبريت ليجن، ساعات تعمل قسطره تلاقي اثنين فيسلز مقفولين، هتعمل انه واحد فيهم؟ ثم لو في العيان كاردوجينيك شوك هتعمل ايه؟ والحقيقه مفيش حتى هذه اللحظه كونسنسس واضح لكده.
الجايد لاينز بتقول ان الستيج بروسيجر انك تعمل فيسل ثم بقيه الفيسلز بعدين هي دي الغالبه، لكن في بعض الاحيان وبينا هنا حاله كانت ديستال ليفت مين ان قد يكون الانترفنشن ات ذا سيم سيتنج هو الحل. ثم بقى اتعرض حاجات تانية ديسكشنز كتيره على التريبل ثيرابي، لو العيان عنده اتر فابليشن وبياخد اورال انتي كوجوليشن ايه اللي هنعمله كتريتمنت ل اللونج تيرم تريتمنت، هل هندي تريبل ثيرابي ولا ديوال ثيرابي؟ جايد لاينز بتقول ان لو العيان هاي ريسك اوف بليدنج التريبل ثيرابي فور 1 مانث ثم ديوال ثيرابي فور 6 مانث ثم مونو ثيرابي بعد كده. لو العيان فيري هاي ريسك اوف بليدنج يبقى من الاول ديوال ثيرابي زي الاوجستوس ترايل ما قالت. لو العيان لو ريسك ممكن ابتدي تريبل ثيرابي فور 3 مانث ثم اكمل ديوال ثيرابي فور 1 يير ثم مونو ثيرابي اللي هو الاورال انتي كوجلانت فور ذا ريست اوف ذا تايم. في اثنين ستاديز طلعوا ان بعد 1 يير اي كان اكستند مع اللو دوز اللي هي الدابت ترايل، ودي كانت بتستخدم لو دوز اوف تيكاجريلور افتر 1 يير اب تو 36 مانث. الحقيقه الديسيجن ميكنج في التريبل ثيرابي مهم، والديسيجن ميكنج فور ديوريشن اوف انتي بليتلتس مهم. السيشنز القادمه هتحمل حاجات كتيره قوي، منها الليفت مين انترفنشن. احنا الليفت مين انترفنشن لوقت طويل كنا بنعتبره حاجه تساوي جراحه، دلوقتي كلاس 1 ايه انك ممكن تعمل انترفنشن في الستريت فورورد كيسز. واي هوب ان السيشن بتاعت الليفت مين هتشد سام لايت على البروجرس لحاجه زي كده، واي هوب ان احنا هنستفيد اكتر، والاحتكاك مع الاجانب مش بس بيفيدنا كمان بيزود خبرتنا، ثم بينقد للاجانب قد ايه ان احنا متطورين وقد ايه عندنا معرفه بالنيو تكنولوجيز، والاحتكاك ده اكيد هيفيد شباب الاطباء وهيفيدنا احنا شخصيا.